كانت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار خيانة الأمانة النصب والاحتيال استغلال النفوذ التزوير والاستعمال المزور في محررات إدارية وعرفية إساءة استغلال الوظيفة عرقلت مهام الضبطية القضائية أثناء تنفيذ سند قضائي مع رفض الامتثال وضع مركبة للسير بلوحة ترقيم مغايرة قضية الحال تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً والتي جاءت بعد ترسيم شكوى من أحد المواطنين تبين أن سيارته التي اشتراها بطريقة قانونية هي محل سرقة وخيانة الأمانة تابعة لإحدى الشركات. مواصلة التحريات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي أفضت العملية إلى توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائياً تتراوح أعمارهم ما بين 38 و 56 سنة تبين أنهم ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المركبات وتزوير وثائقها الإدارية ليتم تنفيذ أذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص مكانة الفرقة من ضبط واسترجاع 20 مركبة سياحية فاخرة 10 أختام مقلدة ورخصة سياقة مزورة 5 هواتف نقالة ملفات إدارية وبطاقات رمادية مزورة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً.